بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا يوم الثلاث في سوق ابو حمص يوم 22/3 ومعاكم قناة المواشي. اليوم يوم وتعالوا نشوفوا الخرفان اسعارها ايه النهارده في سوق ابو حمص. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على المال. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. تتعرفوا باسم همام داوود يا ريس؟ المعلم همام داوود تاجر ولا جناه معلمي؟ لا تاجر يا حبيبي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال. كسرين حيه دول؟ لا لبان يا حبيبي. لبان الاثنين. اللهم صل على النبي. يعني مشوا لحم مضروب عادي ولا؟ ايوه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. خرفان النهارده في سوق ابو حمص. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الماء. الله اكبر. طب الاحمر ده عامل كام والابيض ده كام يا حاج؟ الاثنين مع بعض يا حاج ب 9000 جنيه. ب 9000 جنيه الاثنين؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر. 9000 جنيه خروفين يا جماعه عمر. نعم طيب. الله يبارك لك. دي رحماني وده برجي ولا؟ الاثنين رحماني؟ فلاح يا رحماني يا حاج. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 9000 الاثنين اخره؟ ايوه يا حاج. طب معاك حاجه غيرهم تاني؟ معايا يا حاج. الله يبارك. ها؟ معايا برج، رباعي برج. بسم الله ما شاء الله. هناك هم على الدكه الاولانيه عند عم حماصه. ابو عمه ده؟ ايوه ابو عمه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. هنروح نشوفهم دلوقتي. طيب بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. طب ممكن رقم تليفونك عشان لو حد عايز حاجه ولا حاجه تواصل معاه؟ عينيا يا حاج. كام يا حاج؟ الرقم يا سيدي. يا عم اديله الرقم. اللهم من معاك. مش حاضر. 012 يا عم. 012 08 08 016 16 18 18 72 72. اي حد يتواصل معاكم تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعملوا واجب. مين؟ همام داوود مركز ابو حمص. المعلم همام داوود مركز ابو حمص. الله يبارك لك. عزبة كتاكت. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. اتفرجوا يا رجال. اتفرجوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الراجل بيحلف بالله ما في كذب في حاجه. اللهم صل على النبي. حطيناهم على الفيس وعلى النت كمان. الله يبارك لك يا معلمي. قناة المواشي اليوم على اليوتيوب يا جماعه تحت امركم. الله يبارك لك يا معلمي. هرونا الصور اللي هناك دول. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الخربان النهارده في سوق ابو حمص. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. اتعرفوا باسمك؟ صلاح نافع. مين؟ صلاح نافع. معلم صلاح نافع منين يا معلمي؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ انس ونورت النهارده في ابو حمص. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه. خرفان كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ منورين النهارده في ابو حمص. اللهم صل على النبي. انا تيال العمر كل واحد يا معلمي؟ ايوه. عمر قد ايه؟ ست شهور. عمري 6 شهور. بسم الله ما شاء الله. ذكوره كلك ولا كل نتاع؟ لا كلك ذكوره. اللهم صل على النبي. طب الاسعار طويل؟ الاسعار كلك في 25 طبعا. 2500 الواحد. اللهم صل على النبي. 2500 الواحد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 6 شهور و7 شهور يا جماعه الحول من دولت ب 2500. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اي خروف من دول يا جماعه ب 2500 عمر 6 شهور و7 شهور. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. 2500 اي خروف من دول يا جماعه عمر 6 شهور و7 شهور. اللهم صل على النبي. نعم يخرج الشاشه. اي والله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. 2500 كل خروف من دول عمر 6 شهور و7 شهور. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. عرض يا عم الحاج صلاح اهو. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب ممكن رقم تليفونك يا حاج صلاح عشان لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ اتفضل يا ابو. 010 29 75 3734. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. صباحك ابيض. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ انس ونارته في البحيره النهارده. الله يبارك لك يا معلمي. شاكرين جدا ونهارك زي العسل. اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. وأي تجار عندها عروض بأسعار وما يرضي الله تتواصل معانا. رقمنا قدام منكم على الشاشة. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه.
وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.